多年的，听到哪个地方讲得好，就带他去吃，都没有笑。钱花拼又没有吃好。不知道我又死掉，他哪个能叫不他？那一边医生和护士和护士讲，我看到还是去呀，高兴高兴。في جمهورية الصين بمدينة هانغاتشو بمقاطعة هونان بوست وعلى أرض منخفضة تبلغ مساحتها 22.555 كيلومترا مربع، هنا يعيش السيد لهوا الذي لقبه أهل مدينة هانغاتشو بالرجل المطوي أو الرجل المقلوب، سخرية منه بسبب حالة مرضية لا مثيل لها والتي تدعى بالتهاب الفقار اللاصق أو التهاب العمود الفقري الروماتويدي، ويدعوه البعض بالسرطان الغير المميت، وهو مرض التهابي يمكن بمرور الوقت أن يجعل بعض العظام الصغيرة في عمودك الفقري أقل مرونة، مما يؤدي ذلك إلى وضعية التقوس إلى الأمام بدرجة كبيرة. أما في حالة إصابة الضلوع فقد يصبح التنفس أمرا مستحيلا، وهذا ما وقع بالضبط للسيد لهوا، حيث قام الأطباء بتشخيص حالته بمرض الفقار اللاصق عندما كان يبلغ 19 من عمره. حينها بدأ يؤثر هذا المرض بشكل كبير على عموده الفقري، مصحوبا ذلك بآلام حادة لا تحتمل على مستوى مفاصل الجسد كلها. وبمرور الوقت تفاقم الأمر بشكل كبير، وأصبح لهوا غير قادر على الجلوس أو الاستلقاء، فهذا المرض جعل عموده الفقري منحدبا ومشوها للأمام لدرجة أن وجهه أصبح مضغوطا بشكل كبير بين فخذيه، تاركا له فجوة بقياس 5 سنتيمترات بين ذقنه وفخذيه، الأمر الذي جعل التنفس أو الأكل أو الشرب أمرا شبه مستحيلا. لقد ساءت أحوال لهوا بشكل كبير، وبسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج أمضى لهوا أكثر من 20 عاما من حياته في حالة من العذاب، وخاصة في السنوات الخمس الماضية. والدة لهوا المسنة أصبحت قلقة وخائفة من حالة ابنها المزرية، وأن المشاكل تتفاقم وتزيد والمرض يتطور. لتسعى جاهدة في البحث عن حل أو علاج لابنها أو أي شيء يريحه من هذا العذاب، مناشدة وطالبة مساعدة مسؤول مدينة هانغاتشو الصينية، لكن مع الأسف رفض كل الجراحون والمسعفون في مقاطعة هونان الصينية إجراء أي عملية جراحية، زاعمين أن العملية ستؤدي إلى مخاطر كبيرة على حياته المستقبلية. تقول الأم باكية: لقد بدأت في البحث عن طبيب لابني عندما كان عمري 40 عاما، وأنا الآن عمري 71 عاما. ابني يعاني منذ أكثر من 20 سنة. لطالما سمعت أن قسم تقويم العظام في المستشفيات أمر جيد، فأخذت ابني لتلقي العلاج، لكن لم يكن لذلك أي تأثير. لقد كلفني ذلك فقط الكثير من الأموال ولم يعالجه. ظلت الأم وأسرة المريض يبحثون عن مسعف أو طبيب لإنقاذ لي، إلى أن جاء هذا المنقذ، إنه البروفيسور تاو هارن الذي يقود قسم جراحة العمود الفقري وجراحة العظام في مستشفى جامعة شينشين الصينية، حيث وافق الطبيب وبدون تردد وبكل شجاعة على إجراء العملية الجراحية للسيد لهوا، على الرغم من الخطر الكبير الذي قد يعترض لهوا واحتمال إصابته بشلل نصفي أو حتى الموت على طاولة العمليات. ولأن الطبيب تاو هورن سبق له أن عالج مرضى عديدين يعانون من مشاكل في العمود الفقري، فإنه لم تكن حالة هؤلاء المرضى أبدا كحالة لهوا المعقدة، الشيء الذي جعل كل الأطباء الصينيين مستغربين من البروفيسور تاو هورن، لأن في نظر البعض منهم أنها مستحيلة النجاح. يقول البروفيسور تاو هورن:
إذا أصبح تشوه العمود الفقري شديدا فسوف يضغط على القلب والرئة، مما سيسبب ذلك في حدوث خلل في وظيفة القلب والرئة، ومن المحتمل أن يسبب الوفاة. أما الضغط على الحبل الشوكي يمكن أن يسبب الشلل النصفي. عملية الإهواء عملية صعبة للغاية، ومن وجهة نظر تقنية فإن صعوبة هذه العملية أشبه بحفر وتقويم جبل إيفرست كاملا. استغرق البروفيسور تاو هورن حوالي أسبوعين في التخطيط لتطوير خطة لعلاج الإهواء، وثلاثة أشهر أخرى لضبط حالة الإهواء النفسية والصحية حتى يتمكن من تحمل العملية الجراحية. تمثلت في إجراء مجموعة من التمارين المكثفة لجسم الإهواء لرفع قدرة التحمل وضبط مستوى التنفس في الجسم. في 14 من شهر أغسطس عام 2019 وفي المستشفى العام بجامعة تشينشن، توصل فريق من الجراحين والباحثين يترأسهم البروفيسور تاو هورن إلى أن الإهواء سيخضع لأربع عمليات جراحية متتالية. حيث أجريت العملية الأولى في 15 من شهر أغسطس عام 2019، تمثلت هذه العملية كمرحلة أولى في قطع عنق عظم الفخذ الذي يربط بين رأس الفخذ وجسم عظم الفخذ من أجل توسيع وزيادة المسافة بين الوجه وعظم الفخذ، مع وضع التنبيب الرغامي تحت التخدير في القصبة الهوائية لتأمين وصول الأكسجين وجعل جراحة العمود الفقري ممكنة. نجحت العملية الأولى في 28 من أغسطس عام 2019، أي بعد مرور 13 يوما. أجرى الطبيب عملية جراحية ثانية بحيث تم تصحيح تشوه الفكين واستعادة الرؤية الأفقية للمريض، مع تقويم جراحي للفقرات القطنية التي تشكل جزءا من العمود الفقري، مع تقويم جراحي لعظام الرقبة لرفع رأس الإهواء للأعلى. وهذا النوع من الجراحات خطير للغاية، يكون فيها المريض معرضا بشكل خاص لخطر الإصابة بالشلل. استغرقت هذه العملية 6 ساعات و34 دقيقة. لحسن الحظ كانت العملية ناجحة، وبالمناسبة كانت المرة الأولى بعد أكثر من 20 عاما ترى الأم وجه ابنها. في 18 من شهر سبتمبر عام 2019 أجريت العملية الجراحية الثالثة كمرحلة لتصحيح واستعادة المنحنى الطبيعي للعمود الفقري، بحيث سيتمكن الإهواء إذا نجحت العملية طبعا من الجلوس في وضع مستقيم. بعد 10 ساعات و25 دقيقة نجحت العملية. يقول الإهواء: أنا سعيد جدا، يمكنني الآن الاسترخاء على ظهري لأنني لم أنم على ظهري منذ أكثر من 20 عاما. في 31 من شهر أكتوبر سعى الأطباء بكل جهودهم لإجراء العملية الجراحية الرابعة كآخر مرحلة، تمثلت في تقويم مفصل الورك الثنائي من خلال إعادة بناء وظيفته لجعل المشي شيئا ممكنا. استغرقت هذه العملية 7 ساعات من الجهد والحذر، والحمد لله نجحت العملية كآخر عملية سيجريها الإهواء. يقول الإهواء: الحمد لله، بعد أن شفيت من مرضي أرى والدتي لأول مرة وهي كبيرة في السن، أكبر بكثير من ذي قبل، لقد أصبح شعرها أبيض وهذا أشعرني بالذنب الشديد. بعد 4 عمليات جراحية متتالية صارت كل المراحل بشكل جيد وناجح، وأصبح بإمكان الإهواء الجلوس مجددا والاسترخاء بشكل طبيعي مع رفع رأسه لرؤية السماء. كما تظهر الصور أن لي قادر على الوقوف بشكل مستقيم لأول مرة منذ 28 عاما، ليكون ذلك بمثابة فرصة ثانية له في الحياة.